السلام عليكم. في هذه الحصه ان شاء الله غنتكلموا على التمثيل الهندسي لعدد عقادي. اذا نعتبر واحد المستوى عقادي منسوب الى معلم متعامد ممنظم او يو في. العدد العقادي يكتب على شكل ا زائد اي بي. اذا كل عدد عقادي تنربطوه بواحد النقطه ام للاحداثيات ديالها ا بي. ا بي هو الجزء الحقيقي والجزء التخيلي. هذيك النقطه ام شنو كتسمى؟ ام تسمى صوره العدد زد، وكنرمزوا لها بالرمز ام زد. اذا ام صوره العدد العقادي زد. ناخذ امثله جوز زائد اي. اذا في هذه الحاله فام صوره العدد العقادي جوج زائد اي. ام جوج اي. اذا ام صوره العدد العقادي جوج اي. دابا العكس زيد شنو كيتسمى بالنسبه لام؟ اذا اللي كانت عندنا واحد ام للاحداثيات ديالها ا ب، فكل نقطه مرتبطه بواحد زاد عدد عقادي اللي كتكتب على شكل ا زائد اي بي، بحيث زاد يسمى لحق النقطه ام، وكنرمزوا ليه بهذا الرمز هذا لحق، يعني زاد ديال ام ولا لافيكس ديال ام. اذا زاد ام او زاد او ام، يعني لحق المتجه او ام هو لحق النقطه ام. اذا كيساوي لنا ا زائد اي بي. اذا الا كانت عندنا نقطه مثلا بي الاحداثيات ديالها 1 3، فاللحق ديالها اللي هو زاد بي يساوي 1 زائد 3 اي. نقطه مثلا ا الاحداثيات ديالها 2 0، اذا زاد ا كيساوي لنا 2 زائد 0 اي. اذا 0 اي هي 0. دابا غنحاولو نمثلو هندسيا في واحد المستوى. ناخد واحد المستوى منسوب الى معلم متعامد ممنظم. اذا عندنا المعلم، اذا عادة بالنسبة للعدد العقادية في المعلم كنسميه او يو في. اذا عندنا واحد الاساس، واحد المعلم او يو في. اذا عندنا هذا، هذه النقطة ام اللي مرتبطة بهذا العدد العقادي. اذا الان الاحداثيات ديالها ا بي. ا كنمثلوها على المحور الافاصيل اللي كنسميوه المحور الحقيقي. علاش سميناه المحور الحقيقي؟ لان كنمثلو فيه الجزء الحقيقي. احنا قلنا بان زاد شنو هو؟ كيساوي لنا الغيال ديال زاد زائد ليماجينير ديال زاد في اي. اذا الغيال ديال زاد كنمثلوه على المحور الحقيقي. الغيال ديال زاد في هذه الحاله هو، وليماجينير ديال زاد اللي هو بي كنمثلوه على المحور التخيلي. هذا كيتسمى المحور التخيلي. اذا الا خدينا نقطة مثلا بي للاحداثيات ديالها 1 ناقص 1، اذا اللحق ديالها زاد بي اللي غيتساوي لنا 1 ناقص اي. اذا في التمثيل ديال النقطة بي فغتكون 1 ناقص 1، اذا غتكون لتحت، اذا غتكون في هذا المكان هذا. اذا هذه هي النقطة بي، صورة العدد العقادي 1 ناقص اي. اذا دابا غنحاولو ناخدو تمرين تطبيقي اللي غادي نشوفو فيه كيفية تمثيل عدد عقادي. اذا نمثل النقط ان في كل حالة من الحالة التالية. اذا عندنا مجموعة من النقط اللي مرتبطة
بالالحاق ديالها غنحاول نمثلوها في واحد المعنى. اذا نبداو بالنقطه زد واحد اللي كتساوي لنا واحد زائد جوج اي. اذا غنمثل واحد النقطه ام واحد المرتبطه بالعدد العقدي واحد زائد جوج جوج اي. اذا قلنا واحد كنمثلو على المحور الحقيقي وجوج على المحور التخيلي. اذا واحد جوج، اذا واحد جوج، اذا هذه النقطه ام واحد. النقطه الثانيه ثلاثة ناقص اي، اذا النقطه ام جوج ثلاثة ناقص اي، يعني الاحداث في هذه النقطه هو ثلاثة وناقص واحد. اذا ثلاثة على محور الافاصيل وناقص واحد اذا غتكون لتحت، وبالتالي النقطه غتكون هي هذه، هي النقطه ام جوج الاحداثيات ديالها او لا مرتبطه بالعدد العقدي ثلاثة ناقص اي. الحاله المواليه زد ثلاثة كتساوي لنا ناقص جوج ناقص اي. اذا ام ثلاثة المرتبطه بالعدد العقدي ناقص جوج ناقص اي. شنو كيعني هذا؟ كيعني بان ام ثلاثة راه الاحداثيات ديالها ناقص جوج ناقص واحد. اذا ناقص جوج ناقص واحد، اذا ناقص جوج على محور الافاصيل وناقص واحد على محور الاراضي، اذا غتكون في هذا المكان هذا. اذا هذه ناقص جوج وعندنا ناقص واحد، وبالتالي النقطه غتكون هذه النقطه ام ثلاثة. النقطه المرتبطه بجوج اي، اذا النقطه ام 4 المرتبطه بالعدد العقدي جوج اي. اذا هنا الى لاحظنا فما كنلقاوش الجزء الحقيقي، يعني مكتوب على شكل صفر زائد جوج اي، وبالتالي فجوج اي هو عدد تخيلي صفر. اذا هاد النقطه هذه كتنتمي للمحور التخيلي، اذا جوج اي هي هذه، بالتالي ام 4 كتكون تنتمي الى المحور التخيلي. زد خمسة كتساوي لنا سبعة، إذا أم خمسة كتساوي لنا سبعة. هنا ما عندناش الجزء الحق إلا التخيلي، وبالتالي هاد النقطة هذه كتساوي لنا فقط عند الأصول، الأصول ديالها من عالم. إذا الأصول كيساوي سبعة، يعني النقطة غتنتمي للمحور الحقيقي. إذا سبعة عندنا جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، إذا غتكون عندنا نقطة في هذا المكان هذا. آخر نقطة زد ستة كتساوي لنا واحد زائد جذر جوج إي. إذا أم ستة واحد زائد جذر جوج إي. إذا بالنسبة لواحد راها بسهولة غنلقاها، ولكن بالنسبة لجذر جوج هنا كيفاش نكلي نمثل أو نحسب المسافة جذر جوج؟ بطبيعة الحال ميمكنناش نستعملو الآلة الحاسبة لأن ما تعطيناش قيمة دقيقة. إذا جذر جوج إلا كتذكرو في فيثاغورس، فإلا كان عندنا واحد المربع طول ديال الضلع ديالو واحد، فالطول ديال الوتر إذا إلا طبقنا فيثاغورس واحد زائد واحد مربع كيساوي لنا جوج، أي الطول ديال الوتر هو جذر جوج. إذا يمكن لنا نلقاو طول القطعة جذر جوج باستعمال هاد التقنية هاني. إذا عندنا واحد واحد، يعني الطول ديال هاد الوتر هذا غيكون هو جذر جوج. إذا شنو كنديرو؟ كنرسمو واحد الدائرة، يعني كنجيبو الكركار وكنرسمو واحد الدائرة بهاد الشكل هذا. إذا التقاطع ديال الدائرة مع محور الأراتيل هو اللي كيعطينا القطعة جذر جوج. إذا عندنا واحد جذر جوج، إذا واحد جذر جوج، وغادي تجينا النقطة هي هادي تقريبا، هاد المكان هذا، إذا هادي النقطة إم ستة مرتبطة بواحد زائد جذر جوج. نمرو الآن لأمثلة أخرى. إذا عندنا مثل نقط إم في كل حالة من الحالة التالية. هنا عندنا واحد المجموعة من النقاط، عندنا زد واحد كتساوي لنا واحد على جوج زائد اي جذر ثلاثة على جوج. إذا في هاد
نوع الأمثلة فغنستعملوا الدائرة المثلثية. إذا بالنسبة للدائرة المثلثية إذا كتذكروا هذه الدائرة المثلثية اللي حنا ناخذ المعلم ديالنا دوك عادة في الدائرة المثلثية الشعاع ديالها هو واحد وبالتالي هنا غتكون U وهنا غتكون V. إذا دائما الدائرة المثلثية الشعاع ديالها كيساوي لنا واحد. في الدائرة المثلثية ف إلا خدينا مثلا بي على 6 فالإحداثية ديالها على المحور الأفاصيل اللي غنسميوه المحور الحقيقي كيكون هو جذر 3 على 2 وعلى المحور التخيلي يكون هو 1 على 2 يعني الكوس والسين اللي حنا غنستعملوهم هنا لتحديد أو لتمثيل هذه النقط. إذا ناخذ النقطة الأولى اللي هي 1 على 2 زائد جذر 3 على 2 إذا ام 1 مرتبطة بالعدد الأقدي 1 على 2 زائد جذر 3 على 2. إذا غنشوفو 1 على 2 على محور الأفاصيل دونك هي هذه جذر 3 على 2 هي هذه إذا غتكون في المكان ديال بي على 3 إذا هذه النقطة ام 1 الإحداثية ديالها 1 زائد 1 على 2 زائد جذر 3 على 2 هي نعم. النقطة الثانية جذر 2 على 2 زائد اي جذر 2 على 2 إذا غادي نشوفوا هذه النقطة هذه اللي غتكون في المكان ديال بي على 4 إذا هذه هي ام 2 الإحداثية ديالها جذر 2 على 2 زائد اي جذر 2 على 2. آخر نقطة هي زد 3 اللي كتساوي ناقص جذر 3 على 2 زائد 1 على 2 اي إذا ناقص جذر 3 على 2 يعني سالبة إذا الأفصول سالب هو هذا والأرتوب موجب اللي هو 1 على 2 وبالتالي هذه النقطة غتكون في هذا المكان هذا إذا هذه هي ام 3 كما كتشوفوا 1 على 2 وهنا جذر ناقص جذر 3 على 2 إذا هذه النقطة هذه مرتبطة بالعدد العقدي ناقص جذر 3 على 2 زائد 1 على 2 إيه.